أكتوبر في عيون العالم، المؤرخ العسكري الدكتور جورج والتر مع أحمد الديريني يروي لنا كيف رأى الإسرائيليون الهزيمة. اقتبست من كلام ديان عندما قال إن الحرب تضعف القلوب، كيف يمكن لقائد جيش أن يقول شيئا كهذا؟ السبب هو المفاجأة، فإذا كنت تؤمن بأشياء معينة وفجأة تنهار أمام عينيك فإن ذلك يسبب خللا وظيفيا في قلبك بشكل ما. عندما كان السادات يستدرج الجيش الإسرائيلي نحو حرب كبيرة، كيف قد يؤثر ذلك على الجانب الإسرائيلي نفسياً؟ تساءل الشعب الإسرائيلي، ماذا حدث؟ أين أداؤكم العالي الذي توقعناه؟ وكيف بوغتنا هكذا؟ وكيف كان العبور خطوة لما بعدها؟ أن العبور وإحداث خسائر جيد بما يكفي ليفعل القائد السياسي ما يريد فعله، شيء عبقري. نعم، أكتوبر في عيون العالم مع أحمد الديريني، الأربعاء 2 ظهراً على قناة مصر الأولى.